بتتذكري مثل هذا اليوم قبل سنة لما كنتي عم تفكري تزتي حالك؟ الحمد لله أني ما عملت هيك. تعنيم وأنت وداملة وقفتوا جنبي وما تركتوني، لولاكن كنت ضغط. بتشكرك من كل قلبي على كل شيء. أنا اللي بتشكرك، من لما أجيتي ولهلأ عملتي شغلات كتيرة مشان الجمعية والولاد ومشاننا. الحقيقة أنت ساعدتيني كتير. صح أني خسرت أخت، بس كسبت وحدة تانية. صدقيني لو إليف كانت معنا هلأ أكيد كانت رح تشكرك. كيف بتقدر تكون هيك؟ ما فهمت. تتذكرها وعم تضل تضحك، يعني انت ما عم تشتاق لها؟ ما بتقول لو ما ماتت يا ريت قدرت احميها لو ضلت عايشه؟ كل يوم كل ساعة وكل دقيقة وكل لحظة كل شي حوالي بيذكرني فيها، ولا مرة قدرت انساها. عطول ببالي. بعدين بتذكر إنه لازم كمل حياتي. إليف ماتت. بس تانيم عايشة. وصارت بأمانتي. لو أنا متت كنت رح أتمنى إنه إليف تكمل حياتها. إجا غوركان. الله أعلم شو المشاكل اللي جايب لنا إياها من إسطنبول ومين روح نشوفه. بصراحة ما بقدر، عندي درس. قصدك المشاكل مسؤوليتي لوحدي؟ لا، بس عن جد عندي درس. معناتها بس تخلصي تعي. ما بوعدك، يمكن درسي يطول شوي لهيك ما بتوقع أني إلحقكم. خلص براحتك. صحيح؟ انحلت مشكلة الشباك؟ اجا المعلم الصبح. بكل الأحوال بس تخلص شغلك خبرني، بلكي منشرب قهوة. شو هاد؟ صايرة عم تشبهي داملة كتير.